بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، عزيزتي الطالبات، يسعدني أن أجعل وأن أضع بين يديكم المحاضرات المتعلقة بمادة قانون المسطرة المدنية، والموجهة بطبيعة الحال إلى طلبة الفصل الرابع، الفصل السادس عفوا، من الإجازة في القانون وتخصص القانون الخاص وطبيعة الحال. ومادة قانون المسطرة المدنية كما تعلمون هي مادة أساسية، وتعتبر من المواد التي ينبغي التركيز عليها، لأنها هي التي تحرك كما يقال النصوص الموضوعية المتعلقة بالمجال المدني. والمحاور التي سنقوم بالتطرق إليها، وهي المحاور أساسية والتي تعتمد كمادة بالنسبة لي حتى بالنسبة للاختبار والامتحانات، وهي ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بالاختصاص بشكل عام، والمحور الثاني يتعلق بالدعوة وبالطلبات والدفوع، والمحور الثالث يتعلق بالأحكام وبطرق الطعن فيها. فبالنسبة للمحور الأول المتعلق بالاختصاص، كما تعلمون أن الاختصاص هو عبارة عن صلاحية المحكمة أو الولاية التي تتمتع بها المحكمة، وذلك من أجل أن تبت في النزاعات التي تعرض عليها. والاختصاص إما أن يكون مبنيا على نوع القضية، وإما أن يكون مبنيا على دائرتها الجغرافية، وإما أن يكون مبنيا على وظيفة الجهات القضائية. وبالنسبة للنوع الأول وهو الذي يعرف بالاختصاص النوعي، فهو مبني بالأساس على نوع القضية. فالاختصاص النوعي مثلا إذا كانت القضية مثلا تجارية، فالاختصاص يكون للمحكمة المختصة نوعيا في المادة التجارية، ونقصد بالأساس المحاكم التجارية حينما يتجاوز المبلغ المخصص لتلك الدعوى فوق 20,000 درهم. إذا كانت قيمة النزاع أقل من 20,000 درهم، فبطبيعة الحال يكون الاختصاص للمحاكم ابتدائية في إطار الغرفة التجارية بها. إذا كان النزاع إداريا، الاختصاص للمحاكم الإدارية. إذا كان مدنيا بفهمه العام، فإنه يكون من اختصاص المحاكم ابتدائية. إذن هذا ما يسمى بالاختصاص النوعي بناء على نوع القضية. بالنسبة للاختصاص المحلي أو الاختصاص الترابي أو الاختصاص الإقليمي إن شئنا القول، فهذا الاختصاص هو ينبني أساسا على الدائرة الجغرافية للمحكمة، بمعنى أنه المحكمة لكي تكون مختصة محليا ينبغي أن يكون هناك موطن للمدعى عليه على وجه الخصوص كما سنرى، وهذا الموطن ينبغي أن يكون في دائرة هذه المحكمة. ولكن أود أن أشير على أن الاختصاص المحلي له علاقة بالاختصاص النوعي، لأنه لا يمكن لمحكمة لا تكون مختصة من الناحية النوعية ومن حيث طبيعة يعني النزاع أو القضية، لا يمكنها أن تنظر في الجانب يعني الجغرافي، لأنه لا يمكن للمحلي أن يكون بدون النوعي، ولكن يمكن للنوعي أحيانا أن يكون بدون محلي. لذلك فهذا هو الاختصاص المحلي. بالنسبة للاختصاص الوظيفي وهو الاختصاص الثالث، هذا الاختصاص الوظيفي لا نجده في تنظيمنا القضائي المغربي. لماذا؟ لأننا نأخذ بمبدأ وحدة القضاء، وحينما نقول مبدأ وحدة القضاء بمعنى أننا لا نتوفر على جهتين قضائيتين مستقلتين، فلا نتوفر على جهات القضاء المدني بمفهومه العام، ولا نتوفر على جهات القضاء الإداري، وإنما نحن نتوفر على مجموعة من المحاكم، محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة ومحكمة النقد. ومحكمة النقد هي تجمع في غرفها الست كل القضايا التي تعرض أمام كل هذه المحاكم التي تسمى بمحاكم الموضوع. وبالتالي فالاختصاص الوظيفي لا نجده إلا في بعض الأنظمة المقارنة، كما هو الحال مثلا بالنسبة لفرنسا، بحيث نجد جهة القضاء المدني والتي تتكون من المحاكم محاكم الموضوع الابتدائية، وكذلك التجارية، ثم المحاكم استئناف
ومحاكم استئناف التجارية ثم محكمة النقد. وبالمقابل هناك جهة قضائية إدارية تتكون من المحاكم الإدارية ومحاكم استئناف الإدارية ومحكمة النقد. إذن فبالنسبة لنا في تنظيمنا كما قلت لا وجود نهائيا يعني جهتين قضائيتين، وبالتالي لا وجود الاختصاص الوظيفي، وخصوصا أنه حتى بالنسبة لي التنظيم القضائي الذي سيرى النور طبيعة الحال الذي يعتبر مشروعا ولكنه بعد المصادقات عليه أحيل على المحكمة الدستورية، والذي قررت على أن بعض المواد فيه ينبغي أن يعاد في النظر لأنها غير دستورية. هذا القانون التنظيم القضائي 38/15 أنه ينص ويؤكد على مبدأ وحدة القضاء، بمعنى أننا لن نتوفر على الاختصاص الوظيفي. هناك اختصاص آخر بين قوسين وهو ينتمي أو يدخل ضمن الاختصاص النوعي، وهو ما يسمى بالاختصاص القيمي، بمعنى بناء على قيمة الدواء. والاختصاص القيمي أنه إما أن يكون داخل محكمة واحدة، وإما أن يكون في علاقة محكمة بأخرى. فداخل نفس المحكمة مثلا بالنسبة لقسم قضاء القرب، فالاختصاص القيمي هو محدد في يعني أنه يمنح للقضاء القرب في حدود 5000 درهم بالنسبة للدعوة الشخصية والمنقولة. ولكن بالنسبة للعلاقة بين المحاكم فيما بينها، العلاقة بين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية، ذلك أن المحكمة الابتدائية القضايا التجارية التي لا تتجاوز من حيث قيمتها 20,000 درهم فهي من اختصاص المحكمة الابتدائية، ولكن كلما تجاوزت قيمة النزاع 20,000 درهم فيكون الاختصاص أنذاك للمحاكم التجارية. إذن هذا عبارة عن تعريف أو توطئة. والآن نبدأ بالاختصاص النوعي للمحاكم، وسنقسمه إلى الاختصاص النوعي بالنسبة للمحاكم الدرجة الأولى، والاختصاص النوعي بالنسبة للمحاكم الدرجة الثانية، واختصاص محكمة النقد. بعد ذلك سننتقل إلى اختصاص المحلي في هذه المحاكم وفقا لنفس الترتيب الذي أشرت إليه قبل قليل. بالنسبة للاختصاص النوعي الخاص والمتعلق بمحاكم أول درجة، ونقصد بها بالأساس المحاكم الابتدائية، المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية. فبالنسبة للمحاكم الابتدائية، من طبيعة الحال المحاكم الابتدائية كما درستم في التنظيم القضائي أن المحاكم الابتدائية تتكون من عدة غرف ومن قسمين، قسم قضاء الأسرة وقسم قضاء القرب. وحتى نعطي فكرة عن هذا قسم قضاء القرب وهو الأساس الذي يهمنا في هذا المقام، أن قسم قضاء القرب هو قسم ينظر وفقا للقانون 42/10 المتعلق بقضاء القرب أنه ينظر في الدعاوى الشخصية والدعاوى المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم. وهذا بطبيعة الحال يعطي الاختصاص لهذا القسم من المحكمة والتابع لمحكمة ابتدائية، ومسارته بسيطة سريعة. وبطبيعة الحال هناك مجموعة من الأمور التي نص عليها قانون قضاء القرب الذي لا يسمح لهذا القسم بأن ينظر فيها، ويتعلق الأمر بالدعاوى العينية، كذلك بالدعاوى العقارية، وما يتعلق بالقضايا الاجتماعية وقضايا الأسرة وقضايا الإفراغات. إذن هذه الأمور لا يمكن للقسم قضاء القرب أن ينظر فيها. حينما نقول الدعاوى الشخصية هي الدعاوى التي ترمي إلى يعني إلى حماية أو يعني الحق الشخصي، وبالنسبة للدعاوى المنقولة فهي التي تتعلق بالمنقولات، وكما تعلمون أن المنقول إما أن يكون منقولا بالطبيعة أو أن يكون منقولا بحسب المآل أو المصير. إذن هذا ما يتعلق بهذا الاختصاص المتعلق بقسم قضاء القرب، وكما قلنا أنه إن تجاوز 5000 درهم فإن الأمر لا يدخل في اختصاص قسم قضاء القرب، وإنما ينبغي أن يصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية إما في تشكيلاتها الفردية وإما في تشكيلاتها الجماعية بحسب طبيعة النزاع بطبيعة الحال، وطبقا للفصل 4 من ظاهرة التنظيم القضائي الذي يحدد الحالات التي يكون فيها القضاء جماعيا والحالة الأصل التي يكون فيها القضاء فرديا بعد التعديل من طبيعة الحال 2011.
هذا ما يتعلق باختصاص قسم قضاء القرب فيما يتعلق بالمادة المدنية. في المادة الجنحية أو الزجرية، في المادة الجنائية أو الزجرية، فبالنسبة لهذه المادة فأقسام قضاء القرب تنظر في المخالفات على وجه الخصوص. وبالتالي حينما نقول تنظر في المخالفات بمعنى أنها تنظر في المخالفات بدرجتها الثلاثة، 200 درهم إلى 300 درهم إلى 500 درهم، 300 درهم إلى 700، 700 إلى 1000 إلى غير ذلك. إذن فهذا الملاحظة التي يمكن أن نركز عليها في هذا الجانب، وهي أن الأحكام التي تصدر عن أقسام قضاء القرب لا تقبل أي طريق من طرق الطعن إلا في حالة ما يسمى بالإلغاء الذي ينظر فيه رئيس المحكمة بعد أن يطعن من طرف المعني بالأمر، وحددت من طبيعة الحال القانون يعني قضاء القرب الحالات التي تكون فيها يعني هذه المسطرة، مسطرة الإلغاء. وبطبيعة الحال من بين هذه الحالات في حالة ما إذا لم تتم محاولة الصلح تبقى للمادة 12 من قانون قضاء القرب بين الأطراف من طرف المحكمة لأنها إلزامية، كذلك في حالة ما إذا كان هناك تناقض بين نفسي يعني أجزاء الحكم، أو في حالة ما إذا لم يتم تثبت من توصل معني بالأمر بالتبليغ، إلى غير ذلك من الحالات ربما يتسع المجال. ما عليكم إلا أن تعودوا إلى التنظيم القضائي وستجدون هذه الأمور كل يعني كلها. هذا ما يتعلق بقسم قضاء القرب كقسم داخل المحكمة الابتدائية، ولكن الاختصاص للمحكمة الابتدائية كمحكمة ابتدائية أنه منصوص عليه في الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية، وكذلك الفصل 19 على وجه الخصوص. فبالنسبة للفصل 18 أنه ينص على أن المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة، وأنها تنظر في جميع القضايا مدنية، اجتماعية، تجارية خصوصا في حدود 20,000 درهم، قضايا الأسرة في إطار أقسام قضاء الأسرة. إذن هي صاحبة الولاية العامة إلا إذا كان هناك نص يمنح الاختصاص لمحكمة أخرى. وهذا الاختصاص بطبيعة الحال أنه مع إحداث المحاكم الإدارية ومع إحداث المحاكم التجارية لم تعد المحكمة الابتدائية تنظر في كل هذه القضايا، وإنما تنظر فقط في القضايا ذات الطابع المدني بمفهومه العام. وفيما يتعلق بالمادة الإدارية أصبح من اختصاص المحاكم الإدارية، وفيما يتعلق بالمادة التجارية إذا كانت قيمة النزاع يعني لا تتجاوز 20,000 درهم فمن طبيعة الحال يكون اختصاص للمحكمة الابتدائية بعد تعديل 2002 الذي أدخل على قانون إحداث المحاكم التجارية، بعدما كان ما بين 1997 تاريخ إحداث المحاكم التجارية و2002 أنه لم يكن يسمح للمحاكم الابتدائية بأن تنظر في القضايا التجارية، ولكن ترى للمشرع أن يقوم بالعدول عن هذا الموقف، وبالتالي أصبحت القضايا التي لا تتجاوز 20 درهم من اختصاص المحاكم الابتدائية في إطار الغرفة التجارية. هاد يعني كما قلنا هذه المواد أن المحاكم الابتدائية تبت فيها ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف. وحينما نرجع إلى الفصل 19 نجد على أن الفصل 19 ينص على أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أنها تكون قابلة للاستئناف إذا كانت أقل من 20,000 درهم من اختصاص غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، وإذا كانت أكثر من 20,000 درهم فهي من اختصاص محاكم الاستئناف. وهنا يقع ووقع نوع من التناقض، لأن الفصل 19 تم تعديله سنة 2011، وقع نوع من التناقض بين الفصل 19 وبين الفصل 18، لأن الفصل 18 لا يزال يتحدث عن كقاعدة عامة عن البت بصورة ابتدائية وانتهائية، والحال أنه لم يبقى هذا المقتضى ساريا مفعول ولم يبقى جاريا به العمل جاريا به، ولكن هناك استثناء وحيد يتعلق بالغرامة التهديدية في مادة المسطرة المدنية، الغرامة التهديدية المتعلقة بحوادث شغل الأمراض المهنية في المادة الاجتماعية بطبيعة الحال، ولكن هذا أعتبره استثناء. وكانت الصياغة كان ممكن أن تكون كما يلي، يعني المشرع كان يعني كان النص أن يكون يعني منسجما مع الفصل 19 حتى لا يقع التناقض، وهو أن يكون النص على أنه تكون الأحكام الصادرة على المحاكم الابتدائية في مختلف المواد التي تسند إليها يعني أن تكون قابلة للاستئناف إلا الحالة المنصوص عليها في الفصل 21 من قانون المسطرة المدني المتعلق بالغرامة التهديدية المتعلقة بحوادث شغل الأمراض المهنية.
إذن هذا ما يتعلق باختصاصها كمرجعين عادي، لأن المحاكم الابتدائية يمكن أن تكون مرجع استثنائي حينما يتعلق الأمر بالإلغاء الذي قد يقع في مواجهة الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء القرب كما أشرت قبل قليل. وبطبيعة الحال رئيس المحكمة هو الذي يتولى هذا الأمر، والقانون يعطيه أجل 15 يوم لكي يبت بعد أن يحال إليه ذلك الطعن بطبيعة الحال. إذن هذا ما يتعلق بالمحاكم الابتدائية بشكل عام. فيما يتعلق بالمحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية أحدثت كما تعلمون سنة 1993، وهذه المحاكم أنها جيئة بها وتم إحداثها لتحقيق غايتين رئيسيتين. الغاية الأولى وهي تخفيف من عدد الملفات وكثرة الملفات التي كانت تعاني منها المحاكم الابتدائية من جهة، ومن جهة ثانية أن المحاكم الإدارية حينما تم إحداثها وبعدها المحاكم الصنف الإدارية أنها ترمي بالأساس إلى خلق قضاء متخصصين في المادة الإدارية. فيما يتعلق ب يعني اختصاصاتها، فالاختصاصات منصوص عليها في المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية لسنة 1993، وهذا الاختصاص بطبيعة الحال هي متعددة. أذكر من بينها أنها تنظر في فحص شرعية القرارات الإدارية، كذلك يمكنها أن من خلال هذا الفحص أن تقوم بإلغاء. وجدير بالذكر على أنه في المحاكم الإدارية هناك القضاء الشامل وهناك قضاء الإلغاء، فقضاء الإلغاء هو الذي يتولى هذا الأمر المتعلق بإلغاء تجاوز السلطة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية. كذلك من بين الاختصاصات أن المحاكم الإدارية تنظر في النزاعات الضريبية، تنظر كذلك في العقود الإدارية، المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، تنظر كذلك في الوضعية الفردية للموظفين بطبيعة الحال المدنيين والعسكريين، خصوصا ما يتعلق بالمعاشات، تنظر كذلك في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، تنظر إلى جانب ذلك في المنازعات المتعلقة بالانتخابات، انتخابات الجهوية، انتخابات المحلية المتعلقة بالجماعات القروية وبالجماعات الحضرية، بانتخابات الغرف المهنية، غرف الصيد البحري وغرف الصناعة والتجارة والخدمات، غرف الصناعة التقليدية، غرف الفلاحة. إذن هذه كلها تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية من الناحية الانتخابية. ولكن ما يتعلق بانتخابات المتعلقة بانتخابات التشريعية، مثلا صلاحية الشخص وأهلية الشخص لكي يقوم بالترشح أو غير ذلك من الجوانب المتعلقة بالجانب الإداري في المادة الانتخابية، فبطبيعة الحال يكون من اختصاص المحكمة الدستورية. ولكن الجانب الزجري في حالة ما إذا كان هناك تزوير أو استعمال للمال أثناء الحملة الانتخابية أو غير ذلك، يعني كل ما هو زجري فهو يدخل في اختصاص بطبيعة الحال المحاكم الابتدائية، إلا إذا كان الأمر متعلقا بجنايات فبطبيعة الحال يمكن لمحاكم السناف أن تنظر في هذا المجال. إذن هذا ما يتعلق باختصاص المحاكم الإدارية. الاختصاص المحاكم التجارية، دائما نحن في الاختصاص النوعي، الاختصاص المحاكم التجارية التي أحدثت سنة 1997 في فبراير، والتي جاءت لتحقيق غايتين على غرار المحاكم الإدارية، وهي تخفيف العبء على المحاكم الابتدائية، ومن جهة ثانية وهي خلق قضاء متخصص وإحداث قضاء متخصص في المادة التجارية. فيما يتعلق باختصاصها النوعي، نصت عليه المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وهي 5 مواضيع أو 5 قضايا. النقطة الأولى أو القضية يعني القضايا النوع الأول يتعلق بالأعمال التجارية، يعني المعاملات والأعمال بين التجار. النوع الثاني يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالشركات التجارية.
النوع الثالث يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالأوراق التجارية، المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية. رابعا المتعلقة بالعقود التجارية، وخامسا وأخيرا المتعلقة بالمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية. إذن هذه هي أهم الاختصاصات الممنوحة نوعيا للمحاكم التجارية، وكل اختصاص بطبيعة الحال يمكن الرجوع إلى النصوص المنظمة للمادة التجارية، مدونة التجارة وغيرها من النصوص الخاصة التي تفصل في هذه الأمور بطبيعة الحال. هذا ما يتعلق بمحاكم الدرجة الأولى من ناحية الاختصاص النوعي. فيما يتعلق بمحاكم الدرجة الثانية، محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، هذه المحاكم تسمى بمحاكم الدرجة الثانية. وإذا أردنا أن نقوم يعني جمع الاختصاصات التي تمارسها، يمكن أن نقسمها إلى محورين اثنين. المحور الأول يتعلق أساسا باختصاص محاكم الدرجة الثانية في النظر في الاستئنافات المرفوعة من جهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم أول درجة، ومن ناحية ثانية عن الأوامر الصادرة عن يعني عن رؤساء هذه المحاكم. للتوضيح يمكن أن نشير على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية تستأنف أمام المحاكم، أمام محاكم الاستئناف. ما يصدر عن المحاكم التجارية أمام المحاكم الاستئناف التجارية، ما يصدر عن المحاكم الإدارية يستأنف أمام محاكم الاستئناف الإدارية. إذن هذا الاختصاص الأول الأصيل، ودائما في إطاره أن الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم خصوصا فيما يتعلق بالمادة، مادة القضاء الأمور المستعجلة أو بعض المواد، مثلا الأوامر مبنية على طلب حينما يكون مسموحا في حالة رفضها، بطبيعة الحال في حالة رفض الطلب فأنها قابلة للاستئناف. ففي مثل هذه الحالات فإن الاستئناف يتم أمام محاكم الدرجة الثانية إذا صدرت عن رئيس المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، إذا صدرت عن رئيس المحكمة التجارية أمام محكمة الاستئناف التجارية، وإذا صدرت أمام رئيس المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية. الاختصاص الثاني الرئيسي وهو الفصل في تنازع الاختصاص. كما نعلم على أن تنازع الاختصاص هو حينما تتنازع محكمتان أو أكثر حول النظر في قضية معينة، فتصدر أحكام في قضية واحدة، وهذه الأحكام إما أن تصدر معا باختصاص كل محكمة في تلك القضية، وهذا ما يسمى بالاختصاص تنازع الاختصاص الإيجابي، أو أن تصدر أحكام يكون فيها يعني أن كل محكمة تحكم بعدم اختصاصها، وهذا ما يسمى بتنازع الاختصاص السلبي. إذا كان هناك تنازع في الاختصاص سواء كان سلبيا أو كان إيجابيا، فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يفصل في هذا التنازع سواء كان إيجابيا أو سلبيا. وبطبيعة الحال هذا التنازع نميز بين شيئين. الشيء الأول هو أنه إذا كانت هذه المحاكم المتنازعة تتوفر على محكمة عليا مشتركة، يعني محكمة الاستئناف تجمع هذه المحاكم المتنازعة، فإن محكمة الاستئناف هي التي تنظر في هذا الأمر، وبالتالي فهي التي تفصل في تنازع الاختصاص. لنفرض مثلا المحكمة الابتدائية بمراكش أنها وقعت في تنازع مع المحكمة الابتدائية مثلا بقلعة سرغنم مثلا، إذن فهذا التنازع سواء كان إيجابيا أو كان سلبيا، فما دامت محكمة الاستئناف بمراكش تجمع وهي محكمة العليا المشتركة لهاتين المحكمتين، فإنها محكمة الاستئناف بمراكش هي التي تفصل في هذا التنازع. أما إذا كان هناك تنازع بين المحكمة الابتدائية بمراكش وبين المحكمة الإدارية أو المحكمة التجارية بمراكش، فبطبيعة الحال المحكمة الابتدائية تابعة لمحكمة الاستئناف، المحكمة التجارية تابعة لمحكمة الاستئناف التجارية، المحكمة الإدارية تابعة لمحكمة الاستئناف الإدارية. لا يمكن هنا لمحكمة الاستئناف أن تبت، ولا لمحكمة الاستئناف التجارية ولا لمحكمة الاستئناف الإدارية، لأن هذه المحاكم محاكم الدرجة الثانية ليست محكمة عليا مشتركة للمحاكم متنازعة، وبالتالي فهنا يرجع الفصل للمحكمة النقض، وذلك طبقا للفصل 300 و301 من قانون المسطرة المدنية. إذن هذان هما الاختصاصان الأصيلان
اللذان تمارسهما محاكم الدرجة الثانية في علاقتهما بالمحاكم محاكم الدرجة الأولى بطبيعة الحال. الآن الاختصاص النوعي لمحكمة النقد. فمحكمة النقد كما تعلمون أولا وكما درستم في التنظيم القضائي أن محكمة النقد ليست محكمة واقع وإنما هي محكمة قانون. ومحكمة النقد تتطلع بدورين رئيسيين وهذا هو الهدف من إنشائها. الدور الأول يتمثل في مراقبة كل محاكم الموضوع يعني محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة أنها تنظر في مدى التزامها بتطبيق القانون على النوازل المعروضة عليها. هذا الهدف الأول والدور الأول الذي ينبغي أن تتطلع به وتقوم به محكمة النقد المجلس الأعلى سابقا. الدور الثاني وهو الذي يعتبر دورا مهما كذلك وله علاقة بالدور الأول وهو أن محكمة النقد أنها تسعى إلى توحيد الاجتهاد القضائي على مستوى المملكة لكي لا تكون هناك أحكام متناقضة وتوجهات متضاربة بين المحاكم في قضايا متشابهة أو متماثلة أو توجهات العامة في إطار تنظيمنا القضائي. إذن فهذان هما الهدفان اللذان أو الدوران اللذان تقوم بهما محكمة النقد في هذا الإطار. أما فيما يتعلق باختصاصها النوعي الاختصاص النوعي فهي تختص في النظر في مجموعة من الأمور كمثلا تنازع الاختصاص مثلا في حالة ما يتعلق الإحالة من أجل تشكك المشروع. ولكن الذي يهمنا وهي أنها تنظر الذي له علاقة وطيدة بما ندرسه الآن وهي أنها تنظر في الطعون بالنقد المقدمة ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة بمعنى أنه من بين الشروط الأساسية أن يكون الحكم انتهائيا. وحينما نقول الحكم انتهائي بمعنى ذلك الحكم الذي لا يقبل الاستئناف وبالتالي ينبغي أن نمر إلى مرحلة النقد بطبيعة الحال. وهذه القاعدة هي كانت قاعدة مطلقة قبل 2005 ولكن بعد ذلك تم تغيير هذه المقتضيات لأنه في السابق جميع الأحكام التي تصدر عن محاكم الموضوع حينما تكون انتهائية فإنها يسمح بممارسة النقد فيها. ولكن بعد تعديل 2005 حدد المشرع 20,000 درهم كنصاب قيمي من خلاله لا يمكن في حدود 20,000 درهم لا يمكننا أن نمارس النقد. ولكن إذا تجاوز المبلغ 20,000 درهم فإننا يمكننا أن نمارس النقد في مواجهة تلك الأحكام الانتهائية إضافة إلى ما يتعلق بالاستيفاء واجبة الكراء. فهذه الحالات أنه لا يمكننا أن نمارس النقد بخصوصها ويمكن لمزيد من التوسع في هذا الأمر الرجوع إلى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. إذا أردنا أن نمارس النقد لا يمكننا أن نمارس النقد يعني بدون أسباب وهذه هي الخصوصية التي تميز النقد عن باقي طرق الطعن خصوصا طرق الطعن يعني الاستئناف والتعرض التي يعني كطريقين من طرق الطعن أننا لسنا ملزمين بأن نحدد سببا معينا وإنما يمكننا أن نطعن في الحكم قانونا وواقعا. ولكن بالنسبة لمحكمة النقد الفصل 359 أنه حدد الأسباب التي ينبغي أن يبنى على أحدها أن طعن بالنقد كما هو الشأن مثلا خرق القانون الداخلي خرق قاعدة مصرية أضر بأحد الأطراف شطط في استعمار السلطة عدم الاختصاص وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل. إذن هذه هي الحالات والأسباب التي ينبغي أن يبنى عليها الطعن بالنقد وإلا كان الطعن بطبيعة الحال غير مقبول. هذا ما يتعلق بالاختصاص النوعي. الاختصاص المحلي نبدأ يعني على غرار نفسي المنهج الذي سيرنا عليه نبدأ أولا بمحاكم أول درجة. محاكم أول درجة وهذه فقط كإشارة وأنه بالنسبة لمحاكم أول درجة محاكم الإدارية والمحاكم التجارية هي تسير وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تطبق على المحاكم الابتدائية لأنها هي صاحبة الولاية العامة.
وبطبيعة الحال فالمحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة، وبالتالي فهناك قواعد منصوص عليها في الفصول 27 28 29 30 من قانون المسار المدني تتعلق بالاختصاص المحلي. إذا الاختصاص المحلي كما قلنا أن المحكمة تنظر بناء على دائرتها الجغرافية، والمعيار هو الموطن بالأساس، وبالتالي حينما نرجع إلى فصل 27 أنه يحدد المحكمة المختصة محليا، وهي محكمة الموطن الحقيقي أو الموطن المختار أو محل إقامة للمدعى عليه. وإذا لم يكن متوفرا على الموطن الحقيقي يعني نستند إلى الموطن المختار، إذا لم نجده نستند إلى محل إقامة، وإذا لم يكن متوفرا لا على موطن حقيقي ولا موطن مختار ولا محل إقامة، فإن القواعد التي تطبق آنذاك هي أننا نطبق نفس هذا الترتيب، الموطن الحقيقي الموطن المختار ومحل إقامة بالنسبة للمدعي. وفي حالة تعدد المدعين الفهم طبيعة الحال أنه يمكننا أن نرفع الدعوة المدعى عليه، يمكننا أن نرفع الدعوة أمام أي محكمة أي منهم. إذن هذا القاعدة العامة. الموطن الحقيقي هو الموطن الذي يقيم فيه الشخص بشكل اعتيادي، والذي يمارس فيه أنشطته الرئيسية بشكل عادي، هذا هو الموطن الحقيقي. الموطن المختار هو أنه يمارس فيه نشاطا من أنشطته أو جزءا من أنشطته. المحل الإقامة هو عبارة عن مكان يتواجد فيه الشخص فعليا في وقت محدد. إذن هذا هو الموطن الحقيقي والموطن المختار ومحل الإقامة. فيما يتعلق بهذه القاعدة العامة، ولكن هناك استثناءات، الاستثناءات الواردة على هذه المبادئ التي سبق ذكرها، وهي أن الفصول 28 إلى 30 جاءت بمجموعة من طبيعة الحال من الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تتعلق ببعض القضايا وهي كثيرة وعددها الفصل 27 وهي كثيرة. نذكر من بينها مثلا إذا تعلق الأمر بنزاع عقاري، فإننا لا نطبق معيار الموطن الحقيقي أو المختار أو محل إقامة، وإنما نطبق موقع العقار، بمعنى أن المعيار هو موقع العقار. كذلك من بين يعني الاستثناءات ما يتعلق مثلا بالنفقة، فالنفقة لا نطبق بالضرورة الموطن الحقيقي أو المختار أو محل إقامة للمدعى عليه، وإنما نطبق الموطن الحقيقي الموطن إما للمدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي بطبيعة الحال. إذن فهذا من بين الاستثناءات. ما يتعلق بالطرود والرسائل والمراسلات، إذا وقعت منازعة بخصوص هذا الأمر، فإن الاختصاص المحلي منوط إما بمحكمات موطن المرسل أو بمحكمات موطن المرسل إليه. إذن هذا فيما يتعلق بحوادث شغل الأمراض المهنية، مكان وقوع الحادث وهكذا. إذن هناك مجموعة من الاستثناءات ربما لا يتسع المجال للتفصيل فيها، ولكن يمكنكم أن تعودوا إلى الفصل 28 وستجدون كل هذه الاستثناءات 29 و 30. إذن هذا ما يتعلق ب الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية. أشير فقط هنا أن الاختصاص المحلي بالنسبة للمحاكم السناف، الاختصاص المحلي بالنسبة للمحاكم السناف لا يستند إلى الموطن ولا يستند إلى محل الإقامة، وإنما يستند إلى الخريطة القضائية، لأن ننظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وهذه المحكمة نرى وفقا للخريطة القضائية ما هي محكمة السناف أو محكمة الدرجة الثانية التابعة لها. فإذا كانت محكمة السناف سيكون الاختصاص لمحكمة السناف، إذا كانت محكمة السناف تجارية محكمة السناف التجارية، إذا كانت محكمة السناف الإدارية فالإدارية محكمة الإدارية محكمة السناف الإدارية، بل داخل حتى في المحاكم الابتدائية أن محكمة ما كانت تابعة لمحكمة السناف وفقا للخريطة القضائية قبل تعديلها فهي تابعة من حيث الاختصاص لهذه السنافية، ولكن إذا تم مثلا تغيير الخريطة القضائية وأصبحت تلك المحكمة الابتدائية خاضعة لدائرة سنافية أخرى، فإننا نسير مع الخريطة القضائية الجديدة وتصبح تابعة لمحكمة السناف الجديدة وليس محكمة السناف القديمة التي كانت تابعة لها قبل التعديل وقبل التغيير.
فيما يتعلق بالمادة الإدارية، المادة الإدارية القاعدة العامة ومنصوص عليها في المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية أنها تابعة بالأساس لنفس القواعد التي تحدثنا عنها، المواطن الحقيقي، المواطن المختار، ومحل الإقامة. وبطبيعة الحال هناك استثناءات، يعني أنه ما لم ينص على استثناءات في نصوص خاصة، من بين هذه الاستثناءات وهي اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط التي تنظر في المنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية للمعينين، للموظفين المعينين بظاهر شريف أو بمرسوم، وكذلك ما يتعلق بالمنازعات التي النزاعات التي تدخل في إطار المادة الإدارية، ولكن أنها تكون ناشئة خارج اختصاص كل المحاكم الإدارية، فبطبيعة الحال هذه تعتبر من استثناءات، بمعنى أن الاختصاص يعود ليس إلى محكمة الموطن الحقيقي أو الموطن المختار أو المحل إقامة، وإنما إلى المحكمة الإدارية بالرباط. فيما يتعلق ب يعني المادة التجارية، المادة التجارية نفس القواعد تطبق، وبالتالي نفس المبادئ، الموطن الحقيقي، الموطن المختار، ومحل الإقامة، ولكن هناك استثناءات تم تنصيص عليها وفي إطار التعديل الأخير. بطبيعة الحال أنه فيما يتعلق ب إذا تعلق الأمر بالشركات فإن الاختصاص يعود إلى يعني مقر الشركة أو إلى أحد فروعها، إذا تعلق الأمر بصعوبة المقاولة إلى يعني مقر المؤسسة أو مقر بطبيعة الحال يعني التاجر. ثم كذلك ما يتعلق بإجراءات التحفظ التي يمكن أن تثار ضد يعني شركة معينة أو مؤسسة معينة تجارية، فبطبيعة الحال هنا نرجع إلى مكان بطبيعة الحال إلى مكان يعني المؤسسة أو المكان الذي تباشر فيه هذه الإجراءات التحفظية. قبل أن أختم هذا الجانب فأذكر على أنه بالنسبة للمحاكم الإدارية هناك استثناء كذلك، وهو المتعلق أساسا بالإلغاء، يعني فيما يتعلق بالإلغاء فإن المحكمة التي تكون مختصة محديا هي محكمة إما موطن الإلغاء أو محكمة اتخاذ قرار الإلغاء. إذن هذا كل ما يتعلق بالاستثناءات الواردة على الاختصاص المحلي فيما يتعلق بالمحاكم بشكل عام. إذن هذا كل ما يتعلق بالاختصاص النوعي والاختصاص المحلي للمحاكم، محاكم أول درجة، محاكم ثاني درجة، ومحكمة النقل.